للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية، لقاء مهم للغاية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي، قراءتك لتأكيدات السيد الرئيس خلال هذا اللقاء يعني بشأن الموقف المصري الثابت من الأزمة في غزة وبشأن العمل على وقف إطلاق النار بشكل دائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك أيضا التسوية الشاملة والدائمة للقضية الفلسطينية، بالإضافة أيضا إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الوكالات الأممية والإغاثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. طبعا موقف مصر واضح منذ بدايه الازمه الحقيقه، لكن هذه الزياره اهميتها انها طبعا هي الزياره الخامسه لبلينكن للمنطقه، وطبعا مصر دوله محوريه لديها مفاتيح ولديها ارتباط واضح، وهي من دول السوق هي والمملكه الاردنيه. يعني الموقف المصري واضح فيما يتعلق باهميه وقف هذا العدوان بشكل عاجل واستمرار انفاذ المساعدات الانسانيه. مصر اللي قدمت مبادره قبل ذلك افسدتها اسرائيل بلا اغتيالات او غيرها. كمان الحقيقه مصر بتحذر من ارتفاع هذا الامر، والرئيس الحقيقه اكد على فكره اهميه المساعدات وكمان وكل الدروس وتوشغيل اللاجئين الأمروة اللي اسرائيل بتعاقبها بمزاعم وجود اشخاص خارج السياق. يعني هذا امر مهم، والرئيس اكد اهميه الدور المحوري اللي تقوم به، لانه مزاعم اسرائيل بانهم يغيروها او يبقى في منظمات اخرى ده خطر حقيقي. فالرئيس اكد اهميه كمان تنفيذ القرارات الدوليه في مصر لديها وجهه نظر مهمه، اولا خطوطها الحمراء فيما يتعلق بامن القوم او مواجهه التصريحات غير المسؤوله من اي جوانب اسرائيليه، لانه مصر لديها قدرات على حمايه امنها القومي. لكن كمان الحقيقه فكره الحل الرئيسي انه حل الدولتين هو الحل الرئيسي، لانه هذا الحرب لم تحقق الامن الاسرائيلي بجانب انها دمرت البنيه الاساسيه وجعلت الحياه مستحيله في غزه. الفكره الانسانيه وانفاذ المساعدات الجزء العادل، لكن كمان الحقيقه السياق العام. طبعا الولايات المتحده عارفه ان مصر مهمه لانها بتقدم المبادرات الحقيقيه. كمان الجوله طبعا بتشمل قطر والمملكه العربيه السعوديه، وده جزء مهم انها دول محوريه مهمه في هذا الامر وفي غيره. لكن الحقيقه اهم حاجه وهي الالتفات الامريكي للحظات المصريه من اتساع نطاق الصراع ومواجهه استمرار منع المساعدات بطريقه او باخرى بالشكل اللي يمارس حرب تجويع او يشكل حرب تجويع ضد المسلمين في قطاع غزه. نعم. تابعنا ايضا استاذ اكرم انه في اشاده امريكيه واضحه جدا بالدور المصري الرائد في الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقه، والا يتسع نطاق هذا الصراع وهذه الازمه الى المنطقه بشكل كامل. قراءتك لهذه النقطه تحديدا وهذه الاشاده الامريكيه؟ طبعا مصر دوله محوريه لانها لديها مفاتيح وتواصلات مع كل الاطراف، ولديها تصور كامل لهذا الامر، ولديها ارتباط حقيقي وشعبي ورسمي بالقضيه الفلسطينيه. لكن الاهم هنا بالفعل الاشاده الامريكيه لا تاتي من فراغ، لانه الموقف المصري واضح وقدرات مصر على التواصل مع كل الاطراف. والمبادره الهدنه الاولانيه الاولى مصر اللي كانت مقدماها الحقيقه مع اطراف اقليميه اخرى. نعم. الهدنه الثانيه اللي كادت تنجح نفس الامر، وبالتالي فهنا مصر واضحه جدا لديها احترام للسلام وفي نفس الوقت قدرات على حمايه امنها القومي. دولة محورية، دولة لها نفوذ حقيقي، لها كمان تواصل مع كل الأطراف. فالإشادة الأمريكية هي تحقيق يعني تقرير واقع بالموقف المصري المتوازن جدا والحقيقي والقادر على النفاذ إلى كل الأطراف بشكل واضح. نعم. سؤالي الأخير بالإضافة إلى الثقة الدولية والإقليمية في الموقف المصري إنها بتمارس الأمر بسياسة خارجية واضحة جدا. نعم. تتكلم عن سياقات سياسية. سؤالي الأخير لحضرتك أستاذ أكرم، توقعاتك لمخرجات هذه الزيارة المهمة، الزيارة الخامسة لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى مصر؟ هي تتوقف على قدرة الولايات المتحدة على التأثير على نتنياهو والوزارات المتطرفة في حكومته. نتنياهو بيحاول يصب الزيت على النار وبيزعم أنه يحقق أهدافه في القضاء على المقاومة، وهما ثبتت حالات الحجم المدنيين اللي سقطوا واغلبهم 80% منهم اطفال بيكذب فكره رد الفعل. الامر الاهم هو امريكا تنجح في حال قدرتها على
الضغط على إسرائيل، لأنه أمريكا مصالحها تغردت للخطر لكنها ضربت مصالح أخرى في سوريا أو العراق أو غيره، لكن الحقيقة هي غير قادرة وغير راغبة، وأرسلت رسائل بأنها تفتح جبهة مع إيران، وده وارد جدا في حال استمرار نفس الأمر. عجزت عن أنها تنفذ الضربات ضد الحوثيين في البحر الأحمر، وبالتالي فمن المهم نجاح هذه الجولة يتوقف على أنه أمريكا تستمع إلى حتى الخبراء الأمريكيين بترك نتنياهو لمصيره، لأنه مستقبله السياسي انتهى وهو يلعب لعبة انتخابية. لا يمكن أن تضحي الولايات المتحدة بمصالحها لصالح أسباب انتخابية فاشلة بالنسبة لنتنياهو اللي مصيره أصبح مجهول. فبالتالي هي قدرة الولايات المتحدة على استخدام شخصيتها، خاصة وأنه جماهيرية بايدن في الولايات المتحدة بتتراجع بسبب هذا الموقف المتردد وغير الواضح، وبالتالي نجاح هذه المهمة تقوم على قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات في سياق السياسة وفي سياق الحل النهائي للقضية الفلسطينية بعيدا عن أي تجاذبات. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.